يبقى الزيت ده للكورونا بتاع العربية؟ اه الكورونا بتاعت العربية، بتاع عجلة العربية. ايوه اسمها كورونا، في عربية اسمها 6 تبقى ليس بتاع عجل وقت فايد ناس، لكن دي 6 عشان كده بتبقى زي بعض هنا. تمام بس بتاع عجل مفيش فيها دي واحدة بس، كورونا واحدة، ال 6 بتبقى فيها اتنين. تمام دي بتحط له زيت ودي هنا برضه بتحط له زيت. عندك العواد اللي اتصورتها كلها، العواد اللي اتصورتها كلها عربيات بتختلف عن بعض. تمام يعني عندك دي غبور انتاج غبور، دي خليج، استيراد خليجي، من الخليج اللي هي هناك دي. اما دي زي انتاج شركه غبور للسيارات، ما هو بيع كله ملاك وبيع كله غبور. ميكانيكي سيارات النقل الثقيل هذا ما نشاهده. هو جزء المفكوك ده ايه؟ ده طقم الدبرياج. طقم الدبرياج خاص بالعربية. طاقم الدبرياج الخاص بعربية النقل الثقيل. اللي انت فكه الجزء اللي انت فكه ده اسمه ايه؟ ده المشغل يابا، مشغل الفتيس. ها؟ مشغل الفتيس. مشغل الفتيس؟ اللهم صل. نشكر حسن المتابعة.